أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا علينا حسابهم
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والفجر إن إلينا ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاء الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها فساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبين.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا yeah.
ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Yeah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله العظيم الفاتح.